نهنئ الأمة الإسلامية والشعب العراقي بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم، شهر الفضيلة. وبهاي المناسبة، مناسبة شهر رمضان، تعرفون الأسعار أكيد تصعد، واللحم بصورة خاصة لأن يصير إقبال شديد على اللحم. وأهم من هذا كليتها رقابة ماكو على الأسعار، رقابة من جانب الحكومة بالنسبة لكل الأسعار ما موجودة، فبكيف العالم؟ هذا الشيء كلش مهم، فأرجو من الحكومة ومن الجهات المختصة أنه تراقب الأسعار. رمضان كريم علينا وعلى أمة محمد وعلى الأمة أجمع. قدوم شهر رمضان إن شاء الله إحنا شاء الخير وهالبركة، بس شوية ظل عندنا فشي يعني شلون نقول متعارف عليه بالسوق دائما شهر رمضان. السبصة السالفة مال الميناء وغير الميناء، ودنشوف شلون دي يحصلون بالبضائع، والسوق شوية متوتر ومن هنا الوضعية شوية تعبانة. إن شاء الله الله يكتبها علينا، وهاي السنة إن شاء الله سنة خير، ونتمنى ترجع عندنا سالفة قبل السالفة. تهنان يا غار، العالم تحكي وتقول لك قبل كانت تتبادل الافطار للصينية، تجي من الجوارين والجوارين تودي صينية، ويوم قبل كان الخير والدمام. الدمام هسه موجود الدمام، بس مو ذاك الوضع يعني مثل ما قبل دي يحكون عليه. نتمنى ترجع لنا هاي الصورة الحقيقية مثل ما كانت قبل شوي. نتمنى من الامن الاقتصادي يطلع عراق بنا بالغراض، وما الغراض قونية تمن. انا سوقت للبيت قونية بتمن كانت ب 55,000 دينار، هسه القونية ب 65,000 دينار. الفقير يريد ياكل، يريد يشرب، يريد يرتاح، يريد يتونس. واكو عالم بسطاء راتبها محدود، راتب محدود. اجار البيت اليوم 600,000 دينار، اجار البيت 600,000 دينار، هو عنده جهال ومدارس، هاي شو يصير بحاله؟ الله يعين اللي عنده الدخل المحدود، الله يعينه ويعين الفقير. بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم نفسنا احنا بقاقير السوق العظمية وتجار اللحوم العظمية وأهل الدجاج وأهل المحلات، ويعني دي يصير إقبال يعني ضعيف، كلش ضعيف بالنسبة لهذا الشهر رمضان. يعني مع العلم عندنا الدجاج العراقي ينباع بأربعة ونص، عندنا اللحوم، هاي لحوم الزعيم منطقة العظمية تصورها، يعني هذا اللحم العراقي يبيع ب 18 مال غنم، عندك مال هوش ينباع ب 14، عندك خير من الله، بس اقبال ماكو، يعني كلش ضعيف، اقبال ضعيف. وين الحكومه؟ مو تقول الحكومه احنا ندعم المواطن وندعم المنتجات العراقيه، هاي المنتجات العراقيه، هذا الدجاج صعدوا لنا بدايه شهر رمضان من 2,200 صعدوا ل 450، هذا الانتاج الوطني. عندنا حكومه مستبده وتقدر تسحق اكبر راس، اكبر راس تقدر تسحقه. كان تاجر، كان مستورد، كان اي واحد يتخالف بالاسعار. هسه صارت مو بيد الحكومه، صارت بيد التجار. كيف الصعد وتنزل؟ ليش اكو محاسبه؟ ليش مو حاسبوا؟ انا حاسبه لو هم حاسبوا؟ انا رجل فقير، لا اعيش على هذه وعلى هذه. نهنئكم بمناسبه شهر رمضان المبارك. وإن شاء الله يحل علينا وعلى كل العراقيين وكافة المسلمين والعرب بالخير والبركة، ونتمنى يا ربي الخير للجميع إن شاء الله، والعراقيين خاصة. وهذه المناسبة مناسبة عزيزة علينا، على أهل بغداد وعلى كل العراقيين، وإحنا نتحدث عنها هنا بمنطقتنا في منطقة العظمية. العظمية لها تاريخ، مو اللي أنا أتحدث عنها، الناس هي تتحدث عنها، وهل العظمية قدامى بهذه المنطقة، وتلقى العادات والتقاليد البغدادية الأصيلة متأصلة بهم. احنا بهذه المناسبة نريد نحكي على مناسبة شهر رمضان كريم. شهر رمضان عندنا هنا قديما، وليس يعني عادة قديمة، الناس بهذه المناسبة الكريمة تتجاوز عن خطاياها، تتجاوز عن عداواتها، وتبدي بالمصالحة ناس مع ناس، وتبدي بالعلاقات الحلوة الجميلة، ومن يصير وقت الفطور مالتنا ناس تزور ناس وناس بالأكل
ناس تودي الناس، وهذا الفقير عندنا بالعظمية وحتى الغريب يعيش، لأن عنده هنا بالعظمية عنده صلة رحم وعنده رحمة، هذه العادة احنا بتوارثيها من آبائنا وأجدادنا، فالغريب والفقير عندنا يعيش. العظمية إن شاء الله موجودة وتحتضن الكل، ويا ربي إن شاء الله الخير يعم علينا وعلى الكل وعلى كل العراقيين، ويا ربي ندعو بهذا الشهر الفضيل أن الله عز وجل يمن علينا بالخير والبركة. وما أريد أنسى يا ربي بجاه اسمك الأعظم بأن أهل غزة تنتهي المهنة مالتهم هاي المحنة في هذا الشهر الفضيل، ويتصلون على الصهاينة وعلى العرب الخونة، ويا ربي على راسهم إن شاء الله وترجع القدس. والله احنا سهم جايين نسوق يعني تحضيرات منا ومن الكاظم، هم راح نروح هاي مال البرياني والبهارات والشغلات مال الكليتشه والكبه، نحضرها تحضيرات هاي احنا العراقيين يعني مال البيت مال رمضان، هاي تقاليدنا احنا العراقيين، ندز الجيران جيراننا يدزون من نروح للجامع صلاة التراويح ناخذ فتح حلويات ويانا الحبايب اللي بالجامع، نوزع لهن تمور، هاي شغلاتنا احنا. هسه شويه الناس يعني مثل المحتكفه مثل راحت هاي، بس احنا لا ما راحت عندنا والله، بعد هاي تقاليد عندنا، بس قبل كانت العالم شويه اكثر يعني ياخذ فطوره يفطر يم جيرانه، جيرانه هو يجي يمه. هسه شويه الناس مثل الخجل مثل التقاليد يعني تغيرت مو مثل قبل. وهني في هذا الشهر رمضان الشهر الكريم شهر الخير والبركة الأمة العربية والعالم الإسلامي، أهنيهم بهذا الشهر الفضيل. أجواء برمضان بالعظمية أجواء رائعة، يعني تحس بلذة رمضان، تحس بيها لذة رمضان. يعني تبدي من الفطور، فطور وسحور، ايه فطور وسحور، العالم تجي من كل المحافظات. عنو في هذا الشهر الفضيل شهر المبارك وزيارة الإمام موسى الكاظم وزيارة أبو حنيفة، يجون للعظمية. العظمية بها لذة خاصة في هذا الشهر المبارك هنا بالعظمية، هنا خاصة بالعظمية يعني أجواء شعبية، والعالم يعني في شهر رمضان يجتمعون في يوم من يوم بيت واحد من البيوت ويحيون هذا اليوم الفضيل، يعني متعارف عليه يعني. وهي العظمية بها إلى يعني تراث عظمية، هي بها رمضان، بها رمضان كلش حلو، تحس بيه يعني تحس برمضان. والله الأطعمة موجودة نفس السحور بالفطور نفس السحور، الناس يعجبها بواكشة ويعجبها مشويات ويعجبها باقلة ودهن ويعجبها كبة، كل هاي موجودات، كل المشاوي موجودات، ومن هذا مقلمة وبصرمة وبيض وباقلة ودهن وتشريب لحم، شنو موجود موجود هنا خير من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أحب أهنئ جميع الشعب العراقي بكل أطيافة أكيد، ونقولهم كل عام وانتم بألف خير، رمضان جاينا بخير وسلامة. عندنا الأجواء العراقية شهر رمضان تتميز عن بقية الأماكن، يعني أولاً واحد يتحضر لرمضان يتهيأ طاعة لله أكيد، والأجواء الرمضانية عندنا ببغداد تتميز بهواية أمور، يعني تشوف دائماً العوائل العراقية تتحضر من قبل 10 أيام. أنا واحد من الناس يعني من قبل 15 يوم متهيئ لرمضان،
شوف العائله العراقيه دائما تسعى بين توفر احتياجات البيت الخاصه بشهر رمضان المبارك. تحس الايام اللي تقربنا من رمضان بيها اجواء روحيه جميله. طبعا شهر رمضان شهر موده وشهر رحمه وشهر تزاور فيما بين الاهل والاقارب والاصدقاء. اول شيء احب اهني، وانا يعني خليتها بالاخير بس ما يخالف، اهني والدي ووالدتي بقدوم هذا الشهر الفضيل، واقول لهم يا ربي كل رمضان وانتم بخير وعافيه وينعاد عليكم يا ربي. كل عام وانتم بألف خير، كل عام والشعب العراقي بألف خير، ان شاء الله يا ربي ينعاد علينا بالخير والبركه وراحة البال والامان العم على العراقيين كلهم، ويحفظ الاهل ويحفظ الاولاد اهلهم يا ان شاء الله. شهر رمضان على كل العراقيين كعادته هم اهل الكرم بين الجيران، للفطور يتسابقون بالمعازيم بالزيارات، همينا ورا الفطور يصير الليل طويل لانه نستقبل بها الناس. هاي الحاله احنا ما النهار ما حد ما يستقبل بيه احد، اكثر شيء الاستقبالات الزيارات صارت بالليل. بعدنا محافظين على هاي العادات اللي هي العراقيه خاصه، انه هم يتبادلون الفطور بيناتهم، التمر بانواعه، الحلويات بين الجيران، رغم انه هي قلت صحيح بس بقت بقوا العراقيين محافظين عليها من الاهل بصوره عامه، وهو احنا تعلمناها من اهلنا واهلنا تعلموها، ويعني اهلنا تعلموها من اهلهم، هو شيء يعني متوارث عند العراقيين مثل ما يقول. هسه الزيارات صارت اكثر شيء برا، ما تصير هواي بالبيت، يعني هي اغلبيه الزيارات صارت برا مو بالبيت، وبقت الناس واحد يزور الثاني وواحد يعزم الثاني. أنا أقول لك اللي قل إنه بحكم الدوام هسه عندنا إحنا، لأن شهر رمضان حيصادف دوام هسه، بس بحكم الدوام دا يقل هذا الشيء، غيرها لا. إن شاء الله يا ربي تبقى، يعني هو جيل ورا جيل، إن شاء الله يا ربي تبقى هذه العادة علينا يا ربي وتدوم في حق النبي محمد، يحفظ لنا أهلنا ويحفظ كل العراقيين إن شاء الله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نهنئ العالم الإسلامي بقدوم هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، شهر العتق من النيران، شهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبشر بدخول هذا الشهر المبارك لما فيه من الأجر والطاعات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يضاعف لنا الحسنات ويكفي عنا الذنوب والسيئات يا رب العالمين يا الله. والحمد لله رب العالمين على هذا الشهر الكريم الشهر المبارك. كان من عاداتنا وتقاليدنا في هذه في هذا الشهر المبارك أو في هذه الأيام المباركات عادات مهمة، أولها أن نأتي إلى المسجد في صلاة المغرب، وجميع البيوت يأتون بطعام إلى المسجد فيأكل جميع المصلين من هذا الطعام المبارك، يتمنون من ذلك الأجر الذي يصيبهم
وامتثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء. فهذه من العادات التي نلتزم فيها كثيرا. وكذلك من العادات في شهر رمضان المبارك كما في العامية العزائم المتبادلة بين الجميع. كثير من الناس من يعزم أهل المنطقة على وجبة إفطار أو مأدبة إفطار في ذلك أو في تلك الأيام المباركات، وكذلك الذهاب إلى صلاة التراويح وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والمحاضرات الدينية في داخل الصلاة، أي كل 4 ركعات تكون هناك بعض الأسئلة الشرعية أو بعض المحاضرات الدينية يعني تتغلغل في هذه الصلاة، صلاة التراويح. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يمن على أخواننا في فلسطين بالنصر المبارك، نصرا عزيزا مقتدر يشفي به صدور قوم مؤمنين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يذل أعداء الإسلام من اليهود ومن والهم يا رب العالمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد، فأحيي الجميع بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهنئة من القلب أقدمها للشعب العراقي ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن الأمة ما هم فيه بإذن الله تعالى. حقيقة شهر رمضان ممكن أن نسميه شهر تصفير السيئات، فلا بد للمسلم أن يغتنم هذا الشهر الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اغتنم 5 قبل 5، ومنها حياتك قبل مماتك. فما دام المسلم الآن يعيش في هذه الدنيا وقد أكرمه الله تعالى بصيام هذا الشهر الكريم، فعليه أن يستغل أو يغتنم هذا الشهر الكريم بإذن الله تعالى من أجل أن يصفر حسناته. عسى الله تبارك وتعالى أن يجعله من أهل الجنان. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. معلوم للجميع أنه في هذا الشهر الكريم يمتلئ المصلى وحتى المصلى الصيفي بالمصلين بمناسبة هذا الشهر، يأتون لصلاة التراويح وكذلك صلاة التسابيح وصلاة قيام الليل. وكذلك هناك يعني خلينا نقول سنة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إفطار صائم. يقول عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله كأجره، لا ينقص من أجره شيئا. فهذا الجامع المبارك وأهل الأعظمية أيضا مباركين، في كل سنة يقومون بعمل مائدة إفطار يأتي إليها يفطر منها الأغنياء والفقراء وكل المحتاجين، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. في النهاية أو في الختام، أسأل الله تعالى أن يحفظ عراقنا وأن يحفظ أمتنا. ورسالة بسيطة إلى السيد رئيس الوزراء المحترم بمناسبة هذا الشهر الكريم: نرجو من جنابكم الكريم إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأهنئ الأمة الإسلامية بجمعها بقدوم شهر رمضان المبارك، شهر النصر والمغفرة والعتق من النيران. حقيقة شهر رمضان مدرسة للراغبين في الرقي الأخلاقي، مدرسة للراغبين في الرقي الروحي،
مدرسة للراغبين في الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله، مدرسة للراغبين في تجديد العهد مع الله. ومن هنا أدعو آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخوتنا وأخوتنا وأخواتنا في تجديد العودة والأوبة إلى الله، فالله سبحانه وتعالى ليس معه شيء اسمه مستحيل، ليس معه شيء اسمه مستحيل. فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها وحتى غرغرت الروح. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل شهر رمضان شهر نصر وعز للإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخوتنا في غزة نصرا مؤزرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أمن سماءهم وأمن أرضهم واشف مريضهم وارحم موتاهم وفك أسراهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. آذان مد ايش؟ المد بدل أصلا آذان. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولن يضلل الله فلا هادي له. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. شيخ ما حد رحمه راح يصير 518 طلع مال هاي ما لقد خلقنا الانسان. اقلب صفحه هاي بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قطب جد. نعم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Thank you.